صباح الخير، أنا فخورة وممتنة بوجودي قدام حضرتك يا سيادة الرئيس. أنا رنا رئيس، فنانة مصرية وأفتخر ومبسوطة أن أنا موجودة النهاردة معاكم في حدث إنساني زي ده مصر كلها بتستناه. تفضلي قدمي نفسك يا رقية. صباح الخير، أنا اسمي رقية محمود عبد الله، عندي 10 سنين، مدرسة الزهراء عين شمس، السنة 4 ابتدائي. في ناس بيجوا الدنيا قادرون باختلاف، وأكيد ربنا ليه حكمة في ده، وفي ناس تانية بين يوم وليلة بيبتقوا إن هم يلاقوا نفسهم قادرون باختلاف. اللي وفقكم إن شاء الله. أنت كنت بتتكلمي عن غزة. أهلنا اللي في غزة يعني. طبعاً. فالحقيقة إن في لحظة ما بين ليل ونهار بيصحوا يلاقوا نفسهم قادرون باختلاف، ودي محنة صعبة جداً اللي أهلنا بيعدوا فيها في غزة، والحقيقة إن هم فجأة حياتهم وأقدارهم بتتغير في ثواني، وهم عمرهم ما كانوا عاملين حساب لده. مصر عمرها ما بتتأخر عن حد يا رنا. أكيد. شاطرة يا رؤية. شاطرة. شاطرة يا رؤية. مصر قلب الأمة العربية، التاريخ بيقول كده، والعالم كله بيقول كده، وعشان كده احنا النهاردة بنتشرف بوجود أهلنا من فلسطين اللي اتصابوا في غزة، موجودين معانا هنا في القاعة. وبنقول لهم مصر دايماً فاتحة دراعاتها لكل أهلنا العرب ولكل الناس عشان يجوا ويحسوا هنا بأمان، والحمد لله بفضل من ربنا تم شفائهم هنا في مصر على خير. بنقدم لهم تحية كبيرة.